السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وتمر الأيام في شهر شعبان حيث نصل إلى اليوم 28، وهذا يعتبر شهر شعبان من الأشهر التي لها العديد من الفضائل، فلازم نذكر بعض هذه الفضائل يومين الفضلين حتى نخش في شهر فضيل آخر اللي هو شهر رمضان. وقد ثبت عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أنه كان يكثر من الصيام في مثل هذه الشهر أكثر من الأشهر الأخرى، وقد ورد عن الرسول فضائل هذا الشهر المبارك الذي ترفع أعمال العباد إلى الله سبحانه وتعالى. عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان. قال: ذلك شهر يغفل الناس فيه عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. صدق رسول الله. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا شهر رمضان، وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان. فشهر شعبان أحبتي كان من أحب الأشهر التي كان يكثر فيها الرسول من الصيام، ولذلك يجب على كافة المسلمين الاقتداء بسنة النبي الكريم والأكثار من الصيام والتقرب من الله سبحانه وتعالى والتودد والتذلل إليه بالدعاء الذي يعد من عظيم العبادات المحببة لرب العالمين والتي ينال بها الأجر والثواب العظيم وغير ذلك من أشكال الطاعات والعبادات. فدائما اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت أركان كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبإسمائك التي غلبت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. يا نور يا قدوس، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين، اللهم اغفر للذنوب التي تهتك العصم، اللهم اغفر للذنوب التي تنزل النقم، اللهم اغفر للذنوب التي تغير النعم، اللهم اغفر للذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر للذنوب التي تنزل البلاء، اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها. ويجب عليك يا أخي وعلى كل المسلمين أن يتجنب الوقوع في المعاصي وارتكاب الآثام، ويبتعد عن كل ما نهى عنه الله سبحانه وتعالى، ويلتزم بكل ما أمر به رب العالمين لكسب رضاه والحصول عفوه وغفرانه. فرض المولى جل وعلا يعني المفازة في الدنيا والآخرة، ويعتبر شهر شعبان هو مقدمة لشهر رمضان الكريم، ولذلك شرع فيه الصيام كمحاولة للتدريب النفس المؤمنة على صيام شهر رمضان
وحتى يكون أكثر استعدادا لاستقباله. فيا أحبتي، أفادكم الله بكل خير في هذا الشهر وأدامه لكم، والحمد لله انقضى منه الكثير، وبقي فيه يومان أجعلهما يومي سعادة لكم ولأولادكم بفرحتهم في رمضان، وجهزوا لهم دخول رمضان. أرى الأسواق تكتظ، وأرى الناس فرحة بقدوم الشهر القادم. فوداعا يا شعبان، ودائما المودع كريم، لن يودع ليستقبل شهر كريم شهر رمضان. وأحبتي، أسألكم أن تدعوا لنا بالتوفيق في كل ما نسبو إليه يا رب العالمين، ولكم ولنا دوام الصحة والعافية، وكل سنة وأنتم طيبون. ولا تنسوا الاشتراك في قناة عشق الطبيعة والإعجاب بها، عسى أن نستطيع أن نستمر في تقديم كل يوم لمحة وكل يوم دعاء في هذه الأيام المنفردة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.